نهار الخميس الخميس اللي فات لو 8 21h56 اكزاكتومون ولدي جا هنا قدام الدار ديالو ستاسيون الطوموبيل بغى يدخل الدار ديالو خطو طيفه من هنا خطفوه هنا من هنا بشي ناس كانت عندهم جيب واحد جيب نوع جيب وشي طوموبيلات اخرين شي اسمو ما كانش شي طوموبيل وحده كانوا اكثر غادي يكونوا اكثر لانه هو شويه كي تبارك الله صحيح وكل شيء ما غاديش يقدروا عليه اسمو ما عليناش خطفوه دوه من نهار الخميس الليل انا للجمعه في الليل عيط لي واحد الولد كيعرفو قال لي ولدي ولدك راه اختفى هذه يومين ما بانش وهذا وسيرتو ولدي ما غاديش وخلى الطوموبيله هنا والسوار تلقاهم العساس باغتيغ طايحين في الارض في الارض وفيهم اطراس ديال الدم والعساس ما عطاهمش لشي واحد ولا عطاهم للبوليس بقى كيتسنى هو حتى السبت يسحب راسو غادي الدري يجي وغادي يعطيه السوار ديالو ما عليناش هو هذاك النهار شوف فيها انا جيت السبت جيت في الطياره السبت مع 11 تاع الليل جيت ديريكتومون لا بريفكتور الولاية الأمن بالشرطة القضائية اللي كنحييهم من هذا المغدر على الجهود اللي وقفوا من نهار السبت باللي جيت ما نعسوش ما 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 ما, ما توقفوش ليل ونهار ليل ونهار حتى وصلوا لهاد النتيجة ديالهم ما كان عندهم حتى شي اش نقولوا حتى شي حاجة باش يوصلوا لهاد المجرمين ولا شي حاجة واعتقلوا هادوك الناس منهم واحد المجرم معروف بالاختطاف ومعروف بالقتل والاختطاف هو اللي كان السبب ديال هادشي هو اللي دبر لهاد الاختطاف وراه الان معتقل بمحكمة الاستئناف على ذمة قاضي التحقيق ومن بعده شدوا 5 أو 6 ديال الاشخاص وخدموا البارح الاربعاء خدموا واحد والنهار الثلاث خدموا واحد وغدا غادي يقدموا اسمو القاتل شنو هي كيقوم الموت هذاك الرئيسي راح له منصوريه لا هذه الاشاعات اللي كيقولوا على ولدي بان لقاوه مليوح الجثه ديالو داكشي كلشي كذوب لحد الساعه انا يلاه جيت من الولايه باقي ما لقاوش الجثه ديالو تبعين الخدمه ديالهم الله يجازيهم حد الساعه باقي ما لقاوش الجثه حد الساعه ما كايناش الجثه حنا راه حنا اسمو ما لقاوش الجثه وكاين الاشاعات كيقولوا لقاوها في الرباط كيكون لقاوها في الواد ما عرفت شنو في المحبديه وداكشي كلشي اشاعات وهما هذاك السيد اللي قاتلو داكشي راه معترف بالقتل ولكن ما عارفش فين داروا الجثه اما من غير السياره هذيك الجيب اللي كانت قامت بالاختطاف ديالو هزوها فيها لقاوها في المحمديه وكانت نهار الجمعه في الصباح جابها واحد وداها لواحد ديك السمه ديال غسل السيارات لافاج ديال السيارات وقام هذاك مول لافاج ديال السيارات راه مشدود حتى هو عارف هذاك المجرم وشاف الدم وما علمش وهذاك المتعلم ديالو مسكين زعما ضر عليه قال له ودي الدم ديالك شو داكشي قال له لا هاد الناس راه كنعرفهم كيديروا لاشاس كيديروا الصيد فهمتي وضر عليه باش يغسلها لانه خدام هذاك مول ستاسيون على علم بان هذوك الناس راه داروا شي جريمه وراه كاين الاثار ديالها وغسلوا داك الشيء هذاك الشيء باش ما يعني اخفاء معالم الجريمه وكتصعب على رجال الشرطه مساكن كتصعب عليهم اللي كيمشيو كتلقاو هذا الشيء بما كيمشيو كيلقاو بزاف وعملوا بزاف مجهودات ولحد الساعه كنحيي رئيس الشرطه القضائيه السيد الادريسي الله يجازيه بخير هذاك الراجل خدم معنا وكان في نفس هو اللي واقف على كل شيء واقف على شغله بيدي الاجراءات وعلى كل شيء والان خليته ما نعس ما والو باقي في البيرو باقي في البيرو شريف شنو السبب ديال هذه الجريمه شنو العداوه اللي عند هاد الناس مع ولدك تيديروا لحد الساعه الطريق لحد الساعه يلاه كيقولوا بان هذاك الملقب بالتيربو كان ضارب مع ولدي هذه الشهر وزياده في شي ملهى ليلي ضارب معاه ومن تما ما بقاش شافو ولكن ولدي كان كيعلم بان هذاك السيد حيت عارفو كينتقمو من اسمه وهذاك السيد هو المجرم الرئيسي وهو اللي مول هذوك الناس اللي جاو
لان هذوك الناس اللي جاوا اختطفوا راه ماشي من المغرب، كان هذوك اللي اختطفوا اللي قاموا باختطاف افارقه وهما من فرنسا، من واحد فرنسا بالضبط بواسي 78 ولا ما عرفت 78 بواسي، هما اللي مشدودين دابا نيت مشدود في واحد، ولكن ماشي هما، هما كاين فيهم اللي شا غادر غادر التراب الوطني حيت خدموا خدمتهم الجمعه وقتلوه وسالوه وخداو ومشاو بحالهم وخلاو الاخرين باش يكملوا الدفن. حنا كنشوفوا شكون اللي يدفن الجنه جدا ولا شكون اللي اختفى. هاتوا السلام عليكم.